أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بيكم معانا في برنامجكم الحكيم في بيتك. كل سنة وانتم طيبين. المدرسة هي رجعت من تاني بقالها كام يوم الحمد لله، والشتاء على الأبواب. ربنا يوفق كل ولادنا السنة دي ويسعد قلوبنا بيهم. وعشان نبقى فعلا سعداء وقلوبنا مطمنة على ولادنا، محتاجين ندردش سوا عن أهم المشاكل والنقط المهمة اللي الأمهات بتسأل عليها كل سنة في نفس الوقت ده. الجروبات بتاعت الواتساب مولعة، الأمهات بتجري تخشها من أول يوم مع باقي الأهالي، ويفضلوا يتكلموا ويسألوا عن الواجبات واللانش بوكس، ومين اللي معاه ابنك في المدرسة، ومين في الفصل، ومنسجمين مع بعض ولا لأ، مين عيان في الفصل وخلي بالك لحسن أحمد صاحبه عنده برد، وخناقات الواجب اللي بيرجعوا بيه كل يوم. والحقيقة المدارس بتتنافس على إنها تزوده على قد ما تقدر عشان أهمية التعليم عندها، بغض النظر عن قدرة ولادنا من عدمها. النهاردة بقى تعالوا سوا نفصص الحاجات اللطيفة دي، والأمهات بالذات يقعدوا يصحصحوا معانا، وتعالوا نناقش ونشوف هو احنا بنغلط في ايه؟ ايه اللي بنعمله مع أولادنا بيأثر في حبهم للمدرسة؟ أو بيأثر في صحتهم العامة ومستقبلهم كمان قدام؟ الولاد مثلا وهم رايحين المدرسة في المواصلات، ليه معظمهم بيحس إنه دايخ؟ أو الدنيا بتلف بيه وعنده صداع، واللي حاسس إنه مش قادر يفتح عينه أو جسمه تعبان. الأمهات تقعد تقول أصل الولد فطر، أصله ما فطرش، دي قلة تغذية، والموضوع ليه أسباب كتير. هو إحنا بنتصرف صح في الفترة دي مع أولادنا؟ ولا إحنا واخدين الموضوع بالسمع من القرايب والصحاب ومن ذكرياتنا وتجاربنا مع مدرستنا زمان والزمن اختلف؟ تعالوا كده نشوف الأهالي بتقول إيه عن الحكايات اللطيفة دي في التقرير اللي جاي. احنا شخصيا لازم بنأهل نفسنا احنا شخصيا للمدرسه قبلهم هم. قبلها بمده بنحاول يعني نصحيهم بدري عشان يتعودوا على صحيان بدري. من قبلها باسبوع ببدا انيمهم بدري واصحيهم بدري. لازم يكون التهيئه ان هو رايح المدرسه بحب. والمذاكره على حسب طبعا كل طفل، بس انا عندي شويه بيبقى صعب، لازم برضو واحده واحده بهداوه. طبعا لازم انا اكون عندي صبر جامد وهدوء. في غدا، بعد الغدا شويه يلعب شويه بريك كده، بعدين نبدا في الهوم وورك والحاجات دي. اهم حاجه النوم كويس، عدد ساعات النوم، الاكل كويس علشان يبقى يقدر ان هو يذاكر. لو هو مش عايز يذاكر بسيبه. بنمنع بقى كل حاجه، اي حاجه يعني ترفيه او لعبة او كده بنمنعها مؤقتا لغايه لما يخلص. مش بضغط عليها، بسيبها ان هي طب نقوم نعمل اي حاجه، اتفرج على الكرتون مثلا نص ساعه وابقى محدده لها وقت. لو حسيت ان هو مش عايز يذاكر بقول له خلاص اوكي خليك بس اقعد كده، بس بعيد عن الموبايل النت الكلام ده. هو يعني بحاول ان يفطر قبل ما ينزل عشان يعرف يركز في المدرسه، حاجه خفيفه يعني، وطبعا الخضار الفاكهه. بعمل لهم الحاجات اللي هم بيحبوها بصراحه في المدرسه اكتر، الالبان، الاسماك، الحاجات دي يعني اللي هي شويه بتنشط الذاكره عندهم. لازم يكون الاكل خضار اللي هو في الغداء يكون محتوي على خضار وبروتين. الصبح لازم يكون برضو لبن، بيض، لازم يفطر كويس، يتغدى كويس ويتعشى كويس. اكتر حاجه خطا انا كنت بغلط فيها كأم ان انا كنت بعند قصاد الطفل يعني ده انا اعند معاك. كنت بعنفهم كتير، بطلت. العصبيه بتيجي بنتيجه عكسيه يعني. العنف طبعا، العصبيه، الحاجات دي طبعا هم بيعملوا زي ما احنا ما بنعمل. زي ما انا هكون عصبيه معاه هو برده هيكون عصبي زيي. كنت انا بسيبه يسهر وما ينامش النوم الكافي، وده خطا كبير جدا. الحاجه الثانيه ان انا ممكن اسيبه بالنسبه لي يعني بمنتهى الصراحه ان هو يجيب سندوتشات من بره، وده انا خلاص تلفيت الحاجات دي.